اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم روجين وقناتنا اول الخيط. نرجع بقى بعد اجازه طويله، هنبتدي بقى ايه نستعد كده للصيف ونبتدي نصمم بطرونات مختلفه جدا على مكنه التريكو. الفتره اللي فاتت كنت بذاكر لكم بصراحه علشان ارجع واقول لكم في شغل جديد على المكنه هنقدر ننفذه على الخيوط الصوف على الخيوط القطن، وينفع برضو على المكنه السنترو اللي هي ال 48 وعلى المكنه الفش ال 40. تمام، المكانتين تقدري تعملي عليهم كل حاجة. علشان البنات اللي لسه بتسأل لغاية دلوقتي، في فيديو من كام فيديو كده قريبين هسيب لكم ممكن اللينك بتاعه في صندوق الوصف، اتكلمت فيه عن كل حاجة تخص المكان. في حاجة مهمة برضو عايزة اقول لكم عليها، في بطرونات خفيفة وفي بطرونات تقيلة، دي هيتعمل لها فيديوهات ودي هيتعمل لها فيديوهات. البطرونات التقيلة اللي فيها تصاميم شيك وحلوة وتقدري تطلعي منها منتج تقدري تبيعيه، الحاجات دي هتبقى البطرونات بتاعتها مدفوعة، يعني كل بطرون ليه مبلغ لان الحاجات دي متصممة بطريقة معينة. تمام، برضو هسيب لكم رقم التواصل بتاع الواتس، تقدروا لو انت عايزة اي بطرون انا هصمم لكم البطرون على القطعة. تمام، يعني هعمل لكم قطعة وتروحوا تشوفوها وتشوفي انت عايزة انهي بطرون وانا ببعت لك الرسمة بتاعته، وطبعا بنبقى شارحين طريقة الشغل. النهاردة هنصمم بطرون خفيف تقدري بقى تنفذيه على الخيوط القطن او على الخيوط الصوف، تقدري تنفذيه على المكنة السنترو لان البطرون ده معمول على المكنة 48 ابرة. هعمل لكم فيديو لنفس البطرون، الشغل المفتوح مرة والشغل المقفول مرة، لان ده ليه طريقة وده ليه طريقة. تمام، عشان نبقى متفقين. النهاردة هنبتدي بالشغل المقفول، يعني هنظبط المكنة بتاعتنا على الشغل المقفول ان هي تلف بطريقة مقفولة من غير ما نظبط الزرار على الشغل المفتوح. طبعا الشغل المفتوح بتبقى عدد الغرز قليلة فالبطرون بيختلف وبيبقى ليه بداية ونهاية، لكن في الشغل المفتوح المقفول قصدي بيبقى الشغل ورا بعضه. يلا بينا نبتدي. هنصفر المكنة بتاعتنا، هنحضر الخيط المناسب للمكنة، هنشتغل بخيط سمكه في حدود 6، ده من خيوط الاستوكات والبطرون بتاعنا، فيلا بينا نبتدي اول خطوة. ليه احب اقول لكم ان التصميم بتاع النهارده تقدري تعمليه ايس كاب مقفول، لان النهارده هنشتغل شغل مقفول على 48 ابره، ولو انت هتعملي كم مقفول الوسع بتاعه هيبقى معاكي تمام على 48 ابره، تقدري برضو تعملي الموديل بتاع النهارده. فعشان كده بقول لكم ان كل مكنه ليها بطرون، كل شغل ليه مفتوح غير المقفول. نبتدي كده بدايه ونقول يلا نبتدي. هنبتدي لقط الغرز، هنلقط ونشتغل اربع سطور عادي، طبعا مصفرين العداد بتاعنا. تمام، وهنشتغل اربع سطور، هنبتدي نلقط خيط مره من قدام ابره ومره من ورا ابره. طبعا بشكر كل البنات اللي الفتره اللي فاتت بعتولي تطبيقاتهم، يعني بصراحه شطار وبتتفرجوا على الفيديو بتركيز، ويعني بجد ممتازين. بحب جدا ان كل واحده تخلص مشروع او حاجه تعملها حتى لو هي ابتكرتها في درجات الوان او في موديلات، بحب ان انتوا تبعتوها لي، بتحس ان انا كل حاجه بعملها ان فيه فعلا حد استفاد منها. هنا برضو خلصت كده اول سطوه، هنبتدي بقى نشتغل اربع سطور ساده ما فيهمش اي حاجه. نبتدي بقى الشغل العملي بتاعنا. بعد ما خلصنا الاربع سطور تمام، هبتدي اصفر العداد. الوحدة عندنا من 7 سطور فوق بعض، فانا كل ما يجي اشتغل سطر دلوقتي هبتدي اعده على العداد بتاعي. تمام، انا بس هظبط كده بصباعي ان انا هبتدي اشتغل رقم 1، انا رفعت بس العداد هنا رقم 1 علشان يبين لي ان انا هنا شغالة السطر رقم 1، وبعد كده هو هيبتدي يعد معايا بعد كده السطر رقم 2. تمام، السطر رقم 1 علشان اسهل لكم الامور، في غرز هنشتغلها سادة كأننا شغالين شغل عادي، وفي اعداد معينة من الغرز بتاعتنا هقول لكم ارقامها دلوقتي، اكتبوها عندكم في ورقة علشان تلحقوا تنفذوه لو حابين. هي اللي هتبقى بشكل مختلف، عندنا الغرز رقم 4 10 16 22 28 34 46. تمام، هنشتغل ونشوف الطريقة. طبعا زي ما قلت لكم في البطرون الاعداد دي رقم 1، يعني الابرة دي رقم 1 في المكنة، هيقابلها ابرة رقم 1 في الرسمة في البطرون بتاعنا، رقم 2 هيقابلها رقم 2، وكل غرزة مختلفة بتبقى مرسومة بشكل مختلف. تمام، نبتدي كده مع بعض الابرة رقم 1 و2 و3 هنشتغلهم عادي
ورقم 4 هي اللي هيبقى شكلها مختلف. فهنبتدي برقم 1 هنا، هنخلي الخيط في المكوك عادي، ولو حابة ان انتي تشتغليه حر على المكنة هوريكو دي ودي، بس هنبتدي بيه بالمكوك الاول علشان الناس الجديدة معانا. الابرة رقم 1 اللي هي دي، اول واحدة كشمير بعد البيضة، دي 1 2 3 خلاص. طبعا نتأكد ان الغرز اللي بنلقطها، الغرزة اللي قبلها في مكانها المظبوط، عشان الغرز تبقى ورا بعض مظبوطين، ما يبقوش ايه اتنين شغالينهم مع بعض. تمام، دي كده الغرزة رقم 3 اهي، اوريها لكم برضو علشان تبقوا متأكدين معايا، هي رقم 3. تمام، رقم 4 دي اول غرزة معانا في البطرون اللي هنشتغلها بشكل مختلف. هطلع الخيط بتاعي، تمام، اهم حاجة هتأكد ان الغرزة في المكان ما بين السنين من بره زي المنظر اللي احنا شايفينه ده، وهبتدي اخد الخيط واطلعه بعد ما الغرزة الثالثة لقطت، واخد الخيط من ورا الابرة الرابعة والفه حواليها لفة كده. تمام، يبقى هاخده من ورا والفه لقدام وارجع من ورا تاني خلاص، واخليه سايب ما اشدهوش خالص علشان السطر اللي بعده ما تبقاش الابر معايا تقيلة في الشغل، وارجع احطه في المكوك تاني بالشكل ده. تمام، خلصت كده الإبرة رقم 4، هنشتغل 5 6 7 8 9 عادي، والعشرة اللي هيبقى فيها البطرون بتاعنا. هطلع كده الغرزة علشان الهوك ينزل وياخدها، وهنشتغل 5 و6 و7 و8 و9 عادي، وفي العشرة اللي هي دي، تمام اهي دي العشرة، هبتدي اطلع الخيط الفه من ورا والفه بالشكل ده. تمام، ونرجع نحط الخيط بتاعنا في المكوك. هنبتدي نشتغل 11 و12 و13 و14 و15 عادي كده. 11 خلصناها، دي 11 اهي خلصناها، 12 13 14 15 اهي، وهنبتدي في 16 اللي هي دي، وهو برضو رقمها على العداد علشان تبقوا متأكدين، 15 اهي و16، عايزه اوريها لكم بطريقه اوضح، اهو 16. تمام، دي اللي هنشتغل عليها الغرزه بتاعتنا. هناخد برضو الخيط من ورا الابره بالشكل ده وهنلفه، ويستحسن ان احنا نخليه معلق في الهوك علشان ياخد الخيط وينزل في الغرزه اللي قبلها، ويبقى شغلنا مظبوط والرسمه تظبط معايا. كده 16 خلصناها، هنبتدي نعمل 17 18 19 20 21 عادي. كده 17 18 19 20 21 دي عادي، وهنبتدي نشتغل 22 غرزة لفة معي. تمام، طبعا البطرونات دي خاصة بيا، محدش مش موجودة على مواقع ولا اي حاجة علشان تبقوا بس عارفين، علشان كده كل حاجة هيبقى ليها نظام بعد كده في شغل البطرونات. تمام، رقم 22 خلاص خلصناها، هنشتغل 23 24 25 26 عادي، و28 اللي هنعمل فيها البطرون اللي هي دي. تمام، هناخد برضو الخيط من وراء الإبرة. طبعا في أشكال مختلفة كتيرة جدا من الغرز بتاعتنا، مش الشكل ده بس، تمام، وتصاميم كمان مختلفة. عملنا 28، هنبتدي نشتغل بعدها 34، هنلف لغاية لما نوصل دي 34، هبتدي أطلع الخيط وألفه وعلقه تاني، واللي بعدها هيبقى 40. تمام، طبعا احنا هنشتغل شغل مقفول، هنخلص السطر الاولاني وهنشتغل السطر التاني على طول. دي الغرزة رقم 40، تمام اهو كده. الغرزة الشغل على المقفول، تمام، هيبقى ليه طريقة، الشغل على المفتوح طبعا ليه عدد مختلف خالص عن الشغل ده. كده الابرة رقم 46 اللي هي دي، هناخد الخيط واللي ما بين 40 و41، يعني 40 عملناها غرزة، 41 42 43 44 و45 كمان عملناهم عادي، 46 اللي هنعملها غرزة، وبعد كده هنقفل ب 48 اللي هي اخر واحدة كشمير، دي شغلها عادي. ما تنسوش ان كل الابر اللي اشتغلنا فيها غرز دي هتبقى على الخفيف، ما تشديش الخيط وانتي بتلفيه حوالين الابر. تمام، خلصنا كده السطر الاولاني، نبتدي بقى مع بعض السطر التاني. هنزود فيه شوية عدد الغرز بتاعت اللفات، هنشتغلهم يعني زيادة عن اللي عملناهم. لو اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 غرز في اول سطر، دول تقريبا هيبقوا في حدود 16. اقول لكم برضو الاعداد وهكتبها لكم
في صندوق الوصف على الفيس وعلى على ايه تاني وعلى الشاشة، ممكن برضو اكتب لكم الارقام. هنشتغل من 1 لـ 48 عادي. الغرز 3 5 9 11 15 17 21 23 27 29 33 35 36 41 45 47 ونقفل بـ48 عادي. يبقى نبتدي مع بعض كده. الإبرة رقم 1 هنسيبها عادي، ده السطر رقم 2، والإبرة دي الإبرة رقم 1 اهي تمام، عشان البيضة هي 48 ورقم 2 اهي. الإبرة بقى رقم 3، ولو لقيته المكنة تقيلة يبقى في غرزة معلقة يبقى نسقط تمام. الإبرة رقم 3 في الشغل اهي رقم 3، هنلفها. هنشتغل 4 عادي، انا كده بشتغل حر. دي تاني طريقة، قربت الخيط خالص من المكوك والمجرى ده وبشتغل حر دلوقتي. بعد كده هشتغل الإبرة رقم 5، هنشتغل 6 و7 و8 عادي، 6 و7 و8 عادي، وهنعمل 9 لفة تمام، 10 عادي، و11 لفة. وهرجع اشتغل بعد كده 12 13 14 عادي، 12 13 14 عادي خلاص. 15 هنعمل لها لفة على الهادي كده، ما نشدش الخيط ما ننساش في الشغل. وهنعمل بعد كده 16 عادي و17 لفة خلاص. هنرجع نشتغل 3 غرز 18 19 20 عادي تمام، 21 لفة، 22 عادي، 23 لفة. وهنرجع نشتغل 3 غرز لغاية لما نوصل ال 27. اشتغلنا كده 24 25 26 عادي، 27 اللي هي دي هنعملها لفة، 28 عادي عادي متلخبطش، و29 نعملها لفة تمام. نتأكد برضو من الأرقام، هي 29 عندنا في البطرون لف خلاص. طبعا لما يبقى البطرون قصادك هتبقى المواضيع أسهل بكتير عن ما احنا شغالين كده. عندنا 30 31 32 هنشتغلهم عادي. ادي 30، ناخد الخيط من قدام، 31 32 عادي، 33 لفة تمام، 34 عادي، 35 لفة. وانا حاسة ان الشغل الحر وانتي ماسكة الخيط متحكمة فيه اكتر تمام. 35 عملناها لفة. هنعمل 36 37 38 عادي، مشوا معايا خطوة خطوة تمام. هنعمل 39 لفة، 40 عادي، 41 لفة. هنعمل 42 43 44 عادي اهو كده تمام، وكمان 43 خلاص عادي اهو حلو. هنعمل بعد كده فين، 44 كمان عادي. هنعمل 45 لفة، ننزل الخيط بتاعنا، 45 لفة، 46 عادي، و47 لفة، وهنقفل بـ48 عادي خلاص. كده السطر التاني معانا خلصناه. نقول ارقام السطر التالت تمام. احنا قفلنا الغرزة رقم 48 عادي. نبتدي دلوقتي السطر رقم 3 تمام. شايفين العداد بتاعنا كده قايلنا ان احنا هنبتدي السطر التالت علشان ما نتلخبطش مع بداية السطر الاولاني. يبقى احنا هنظبط بايدينا بس، نرفع التايمر بتاع الارقام، نعمل 1 ونبتدي السطر الاولاني خلاص. خطوة مهمة جدا عشان لو روحتي تعملي حاجة وترجعي تبقي عارفة انتي وصلتي لفين تمام. بديكو كل التفاصيل الرفيعة علشان ما تتلخبطيش في شغلك. هنبتدي مع بعض دلوقتي السطر التالت. السطر التالت هنعمل فيه برضو في حدود 16 غرزة. هنقول له الارقام مع بعض، 2 6 8 12 14 18 20 24 26 30 32 36 38 42 43 44 حلو. يلا نبتدي مع بعض. نبتدي الغرزة رقم 1 هنشتغلها عادي. هشتغل حر برضو، هشتغل باقي شغلي حر علشان انا بحب الشغل ده اكتر.
هنبتدي الابره رقم 2 تمام، هشتغلها غرزه، هعمل 3 و4 و5 عادي، هطلع بالخيط على قدام اهو كده تمام. ممكن اقرب لكم السنه اهو كده، نبتدي بالخيط نشتغل 3 و4 و5 عادي. طبعا انا بظبط الغرز بتاعتي قبل ما اشتغل اي حاجه. هنعمل دلوقتي الغرزة رقم 6 غرزة اللي هي دي اهي، نشتغلها غرزة بالشكل ده. طبعا انتوا شايفين اهي 5 تمام، بينما هيكو 5 ودي 6 اشتغلتها. انا بوريكم ليه كل الحاجات دي علشان تبقوا متأكدين ان انا شغالة معيكم بتفاصيل التفاصيل وتبقى الامور واضحة معيكم. دي 6 تمام. هنبتدي نعمل ايه بقى، هنشتغل 7 عادي تمام. هنبتدي نعمل 8 في غرزة لفة، هنشتغل بعد التمانية هنعمل 9 و10 و11 عادي. 9 هنزل غرزتنا دي اهي تحت، 9 و10 11 عادي، 12 عندنا هنعمل غرزة اهي كده 12 لفة، 13 عادي، 14 لفة تمام، 15 16 17 تمام عادي، 18 هنعمل فيها لفة تمام، وبعد كده هنعمل 19 عادي و20 لفة. هنعمل ايه؟ 19 عادي و20 اهي لفة. خلاص حلو كده. بعد ال20 خلصنا كده 20 غرزة في العداد بتاعنا في الشغل بتاعنا، هنبتدي بقى ايه 21 22 عادي و24 22 21 قصدي 22 23 عادي 24 لفة. هقول لكم بس اللفات في الاعداد خلاص. بعد كده 26 لفة، هنبتدي بعد كده نعمل 30 اللي وراها الغرز اللي لسه هنشتغلها. بعد ال30 هنشتغل 32 وبعد كده 36، واللي ما بينهم كله هيبقى غرز لقطنها بطريقة بتاعت المكنة الأصلية تمام. دي 36 اهو لفة. هنعمل 38 و42، هنعمل 38 اهي تمام و 42 خلاص قربنا نخلص. خلاص 44 وبعد كده 48، نطلع بالخيط على قدام 44 اهي تمام، وبعد كده 48 اللي هي ايه لونها ابيض، يبقى احنا كده شطار وماشيين زي الفل تمام. بعد ما اخلص ال 48 هاخدها على قدام. خلاص هنبتدي مع بعض السطر الرابع، ما تقلقوش من اي حاجه، ممكن بعد ما تخلصوا تشدوا شغلكم لتحت شويه لو حسيتوا ان الخيوط معاكم معلقه كل الشغل حوالين المكنه، علشان بعد كده كل ما تشتغلي حبه الخيط معاكي هيريح والقطعه هتريح تمام. احنا بناخد هدنه بس على ايه ما نبتدي السطر الرابع، احنا عندنا 7 سطور قربنا نخلص. هنشتغل برضو عدد قليل، هنشتغل برضو في حدود 8 غرز في السطر ده. هنشتغل الغرزة الأولى تمام، 7 13 19 25 31 37 43. حلو، يلا بقى بينا نبتدي. انتوا كاتبين الأرقام عندكم، هنبتدي مع بعض. الإبرة رقم 1 في السطر الرابع هنعملها لف، خلاص خلي بالكم كده هيبقوا لفتين ورا بعض. حلو كده الإبرة رقم 1 خلاص. بعد كده الإبرة رقم 7، هنزل بقى الخيوط كلها كده تمام، شايفين معايا اهو على قدام كله لغاية لما اوصل للإبرة رقم 7. وخلي بالكم ان انتوا السهل ليكم واحلى ان انتي لما الإبرة تيجي هنا بعد ما تعديها من الميكرو لفيها علشان تبقي شايفة الرقم اهو لغاية هنا،
وهي ايه ده تمام كده، تقدري ان انتي تلفيها بسهولة وتلقط معاكي علشان ما تبقاش في الحتة دي مزنوقة ومش شايفة الارقام. خلاص كده 7. بعد ال7 عايزين نشتغل 13 و19، ناخد الخيط بقى من قدام نشتغل كده. تفضلي تشتغلي لغاية لما عينك تجيب الابرة رقم 13 معانا، دي الابرة رقم 13. لفة على الخفيف ما نشدش، لان هو كده كده بعد كده مع الغرز هتلاقوه الغرز كلها مسكت في بعض وبقى ليها كده نسيج ماسك بعضه، بالذات لو الخيط بتاعك تخين ومناسب للمكنة. خلاص لو الخيط رفيع يبقى ما تقلقيش منه، هيبقى مرتاح اكتر في الشغل. طبعا نصين المكنة بتاعتنا ونغير لها اي قطع غيار من ابر او بكرة، لو انتوا عايزين موجودين على الجروب برضو تقدروا تطلبوه. خلاص هنبتدي نعمل دلوقتي ال18 كده، ال19 عندنا. بعد ما خلصنا ال19 هنعمل ال25 ووراها هنعمل ال31. دي ال25 نلف على الخفيف، بعد كده هنعمل 31 عندنا اهو كده، دي 31 اهي لفها برضو، وبعد كده عندنا 37 و43، دول اخر 2 في الصف بتاعنا. ممكن نلقطها بإبرة كروشيه، نجيب إبرة كروشيه ونلقطها. لقطتها خلاص، مش عارفة ايه اللي وقعها اصلا. 37 تمام، اللي عليها الدور. بعد كده 43، دي 43 اهي، نعمل لها لفة. وبعد كده اخر واحدة 43 في الصف، هنكمل لغاية لما تظهر عندنا الابرة البيضة اللي هي 48، هنشتغلها معاكي. خلاص اهو كده، خلاص ممكن نريح ونكمل بعد شوية، مش هيحصل حاجة كده. هنبتدي السطر الخامس مع بعض. حلو جميل جدا، هنبتدي مع بعض دلوقتي الارقام نكتبها مع بعض. يلا نعمل 2 6 8 12 14 18 20 24 26 32 32 36 43 44 و48، دول تقريبا في حدود 16 غرزة معانا. طيب نبتدي كده السطر رقم 1، الإبرة رقم 1 أسفة عادي. هنعمل 2 وبعد كده 6 وبعد كده 8، هنعمل 2 بعد كده رقم 6 اهي دي، وبعد كده رقم 8، حلو قوي. بعد كده هنعمل 8 خلصناها، هنعمل 12 و14 و18، 12 اللي هي دي و14 دي و18 17 ودي 18. خلاص طيب بعد ما خلصنا ال18 فين ال18، هنعمل 20 24 26، 20 24 20، ده 20 24 اللي هي دي تمام، وبعد كده 26، هناخد 25 من قدام وال26 هنشتغلها لف. خلصنا 26، هنعمل ايه؟ 30 32 36، هنشتغل لغاية لما نوصل لل30 اهي. بعد كده 30 32
وبعد كده 36 معانا، ناخد 35 اهي، و36 هنعملها لفة. حلو، ننزل الإبرة. بعد ما خلصنا 36 هنعمل 38 42 44 48. يبقى هنعمل 38 الأول، 38 اهي، هنعمل 42 وراها، جميل جدا. شوف هياخد وقت بس علشان اول مرة ايدينا هتشتغل، بعد كده هتلاقوا نفسكم بتقروا البطرون ده كأنكم بتقروا اي كلام قصادكم. تمام، هنعمل 44 او كده، هنعمل لفة. واخر حاجة هنعمل الابرة رقم 48 اللي هي البيضة اخر حاجة. شايفين شغلنا مظبوط بالاعداد ازاي؟ زي الفل. كده خلصنا السطر الكام؟ خلصنا الخامس، وهنبتدي في السادس. نقول زي ما تعودنا الاعداد بتاعتنا في السطر السادس، وده القبل الاخير علشان ايه؟ انا عارفه ان انتوا تعبتوا. طيب نبتدي، هنبتدي في 3 و5، تمام، 9 و11 15 و17 21 23 27 29 33 35 39 41 45 47. يلا نبتدي، هنشتغل 1 و2 عادي، 1 و2 عادي اهو، نشتغل حر، 3 لفة، سقط الغرزة. حلو، علشان الهوك ياخد الخيط الجديد وينزل، مهم جدا الموضوع ده. هنشتغل ارقام فرد يعني 3 و5، تمام، نشتغل 9 و11 يعني واحدة ونسيب واحدة، يعني 5. بعد كده نوصل ل11، 9 اسفة، متلخبطي نوش عشان احنا اصلا ماشيين ايه متلصمين. ماشي، يلا نعمل 10 وهنكمل في 11. بعد ما خلصنا 11 هنشتغل 15 و17. الحاجات دي بنات صدقوني انا عاملاها مخصوص عشانكم، مش عشان اي حاجة، علشان انتوا تقدروا تستفادوا. البنات اللي مش بتعرف تشتغل تريكو على المكان، او حابة ان هي تعمل حاجة مختلفة وشغل سريع شوية، يبقى الحاجة دي بالنسبة لها هتنجزها جدا. في ناس بتعرف تشتغل تريكو بس عندها التهاب في الاعصاب، عندها مشاكل في الرقبة، ما بتقدرش تمسك الابر لفترات، فانت دي ممكن تخلصي عليها وتشتغلي عليها مرتاح وتشتغل على كل الخيوط. تمام، فبالنسبة لنا تبقى حاجة حلوة. نشتغل بعد كده 21 و23، طبعا انتوا كاتبين وعارفين معايا، ادي 21، نشتغل 22 عادي، و23 لفة. بعد ما خلصنا هنا هنشتغل 27 و29. البطرون ده عبارة عن 7 سطور. هنخلصنا كيه، استنوني، 27 29 27 اهي، 29. البطرون ده من 7 سطور. بعد ما نخلص 7 سطور دول، نفس اللي عملناهم دول والاعداد دي، كأنك كده خلصتي، هتصفري عدادك وترجعي تعملي 7 سطور تانيين علشان الشكل يبقى ورا بعضه، ايه شكله يبقى حلو. خلاص خلصنا كده 29، هنعمل 33 و5، 130 كده، 33. انا ما عملتش 33، انا ما عملتش 33. نرجع سنة بسيطة، هي لقطت بس هنفكها، كل حاجة ليها حد اهو كده. تمام، بصوا هنفكها كده، لو انت اتلخبطتي وفوتتي غرزة انزلي كده، هشد الخيط بتاعها والغرزة دي هرفعها احطها مكانها عادي. تمام، ارفع الهوك بقى بتاعها سنة بسيطة جدا جدا جدا، واعمل اللفة بتاعتها. خلاص، واتأكد ان غرزتها في مكانها المظبوط اهو كده، وخلاص اشتغل 34 و35. ما ترفعوش الهوك قوي من هنا علشان ما يسقط لكوش الغرز اللي من هنا. حلو، ماشي، ادي 35 عملناها.
هنعمل بعد كده 39 ونسيب 40 ونشتغل 41. 39 40 ونشتغل 41، وعندنا اخر غرزتين 45 و48. اللي هي البيضة. حلو، تحفة، جميل جدا طبعا. وصلنا وعملنا 7 سطور. ها نبتدي في السابع والاخير. السابع والاخير ده هيبقى عامل زي رقم 1، نشتغل فيه 4 10 16 22 28 34 46. هشتغلهم بقى معاكم وانتوا دلوقتي عرفتوا الارقام معايا. نشتغل 4 وهنرجع نشتغل 10. احنا خلاص ده اخر سطر، مش هتعبكم معايا تاني. خلاص 10، وهنعمل 16 تمام، وهنرجع نعمل 22 و28. ما بين كل واحدة وواحدة 6 من الأرقام. هنبتدي نعمل الإبرة رقم 16 عندنا، بعد كده نعمل 17 و18 و19 و20 و21 عادي، و22 هي فيها اللفة بتاعتنا. 22 وهنعد، أظن كده هيبقوا 6 كمان. هنشتغل 28، نتأكد ان الغرز في مكانها. 28، هنشتغل 6. بعد 28 هيبقى عندنا قلنا 34. بعد كده اخر واحده معانا 46. انت جيري رايح فين؟ قولي. طيب قولي اهو، تعالى انت هنا كده. لو حسيتوا ان انتوا تعبتوا وقفوا علشان ما تتلخبطوش. الموضوع رخم، مش رخم يعني، هو تقيل شويه وعايز تركيز، ف عايزاكوا تركزوا فيه قوي وتعملوه وانتوا دماغكوا رايقه بقى، فاهميني؟ انا قلت بقى استنى بعد ما الناس عيدت وكده، وبعد كده ننزل ايه بالتقيل كله. 47 خلاص، و48 عادي. حلو الكلام كده، خلصنا يا حبايبي الايه الشغل بتاعنا ده. كده منظر، مش هتحسوا ان في حاجات مختلفه، هتحسوا ان في غرز غريبه يعني. بصوا الغرزه دي غريبه، دي لفه إيه، مش زي الغرز العاديه. شايفين دي غرز عاديه، الغرز اللي شكلها غريب هي دي اللفات اللي احنا عملناها. شايفين المنظر ده؟ طبعا لو قارنتوه بالشغل السادة بتاع اول 4 سطور مختلف جدا طبعا، بس مش هيبين غير بقى ايه لما نعمل حبة. يعني احنا عملنا 7 سطور دلوقتي اهو تمام. هنبتدي مش في السطر الثامن، احنا كده خلاص ايه خلصنا 7 سطور، عايزين نبتدي بقى 7 تانيين نفس الارقام والبطرون اللي مشيناه، عايزين نعمل عليهم 7 تاني. هنصفر عددنا وهنبتدي نرفع رقم 1 تمام قبل ما نشتغل، وده كده هيبقى رقم 1. هنشتغله بقى ايه 4 10 16 22 28، نفس الاعداد اللي احنا قلناها. ونشتغل السطر الثاني والثالث والرابع لغايه السابع. خلصنا المرحله الثانيه، هنصفر العداد ونبتدي عد من رقم 1 لغايه 7. خلاص هبتدي بقى اكمل انا، وهنشوف طبعا الشغل النهائي. تقدري تعملي في الايس كيب مثلا الجزء اللي من قدام كده، وتشتغلي بعد كده الساده اللي هي البطانه اللي من جوه لو الخيط عندك خفيف شويه. لو عايزه تقفلي الحرف بلسي تمام،
عايزه تعملي كم، عايزه تعملي جاكيت، البطرون ده يمشي على كل حاجه، خيوط القطن والخيوط الصوف. الخيوط القطن لو هتشتغلي على السنتر يبقى هنشتغل بفتلتين علشان يديكي شكل محترم وما يبقاش مرهرط معاكي ويبقى شكله كده كأنك مثلا عملتي حاجه كروشيه وكويتيها وبيبقى شكلها معيوب ما بيبقاش حلو. طبعا احنا عارفين التفاصيل دي كلها. تمام، هكمل بقى مع نفسي كده، خد لي يومين وارجع لكم على طول.